أهلا مشاهدي الكرام، رمضان مبارك سعيد. معنا اليوم الأستاذة عائشة القلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا. هذه الجمعية التي تأسست مؤخرا لحماية حقوق الضحايا في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع أو عدد من الحقوقيين عن حقوق المتهمين. اليوم سوف نتعرف على جانب آخر، اللي هو جانب متعلق بحقوق الضحايا. أستاذة عائشة القلاع، مرحبا وأهلا وسهلا بك. شكرا شكرا لموقع انفاس على هذه المبادره، خصوصا اللي جات في واحد الظرفيه ديال نقاش مجتمعي حول موقع المتهم وموقع الضحيه كاطراف النزاع او المنازعه الجنائيه. نعم، كاول سؤال استاذ القلاع، هو شنو هو السياق ديال تاسيس الجمعيه المغربيه للضحايا او لحقوق الضحايا؟ طبعا كيعرف الجميع ان بلادنا اشتغلت في اطار النهوض بحقوق الانسان منذ زمان، يعني عقود هذه، والاطارات مجتمع مدني، جمعيات كتشتغل في اطار مناهضه العنف ضد النساء، مناهضه العنف وحمايه الاطفال الى غير ذلك من الواجهات ديال النضال المجتمعي بالنسبه للجمعيات حقوقيه. طبعا بالنسبه لنا كجمعيه حقوقيه تدافع عن الضحايا، خاصه ضحايا الاعتداءات الجنسيه، ضحايا الاغتصاب، ضحايا جرائم الاستغلال الجنسي والجرائم الخطيره، كنظن بان هذا جانب سواء تعلق بالنساء او رجال او اطفال، كل شرائح المجتمع، هذا واحد الجانب اللي مازال المجتمع ديالنا ما او الجمعيات على العموم ما اشتغلاتش في هذا الباب اللي كيخص الضحيه، لان الاتجاه كله كينصب حول المتهم، حول ضمان حقوق المتهم في محاكمة عادلة وتوفير شروط المحاكمة العادلة وضمانات المحاكمة العادلة، في حين أن الضحية كطرف مورس عليه أو مورست عليه أفعال إجرامية كنلقاو بأنه منسي في إطار هذه المنازعة الجنائية. اليوم كجمعية واللي السياق ديال تأسيسها كان فكرة من خلال بعض الملفات اللي طرحت على القضاء المغربي، يمكن احنا في بلادنا متأخرين في هذا المجال، لأنه في مجتمعات أخرى في دول أخرى الجمعيات حماية الضحايا متعددة وتناضل في واجهات متعددة، ولكن احنا كنعتقد بأنه اليوم حان الوقت باش يمكن ندفعوا في هذا الاتجاه ديال أن صوت الضحية يوصل، صوت الضحية لا سواء بالنسبة للمشرع ولا سواء بالنسبة للقضاء ولا سواء بالنسبة للمجتمع ككل، اللي مازال ما كيقبلش النقاش في قضايا وفي ملفات اللي كتشكل طابو في المجتمع المغربي. كنظن النضج ديالنا الحقوقي والوعي الحقوقي وصلنا لواحد المستوى ديال أننا اليوم نتكلموا والضحايا يكسروا جدار الصمت فيما يخص واحد النوع ديال الجرائم اللي يمكن كتخلق حرج وحساسيه داخل المجتمع، يمكن في مجتمعات غربيه كذلك، ولكن بالاحرى حنا كمجتمع يعني في المحافظه. في ظل هذا التحرك ديالكم الحقوقي، واش ما كانش بانه يفتقد الى سند تشريعي؟ كنتكلم على الدستور، كنتكلم على النصوص التشريعيه، تركز بالاساس على حقوق المتهمين في حين حقوق الضحايا منسيه. طبعا الى رجعنا واحد شويه للتاريخ ديال السياسات الجنائيه في دول اخرى، طبعا حقوق الضحايا الجانب ديالها او النصيب ديالها في التشريعات الجنائيه ضعيف جدا. هذا الشيء تنبهت ليه تشريعات اخرى، يمكن نشير الكتابات ديال لومبروزو فيري في ايطاليا في النصف الثاني من القرن 19، اللي برزات بدات كتكلم على الضحية كطرف أصيل في المنازعة الجنائية. يمكن حنا عندنا سند ضعيف على أين، لأن المشرع مشى حتى هو في الاتجاه اللي مشات فيه مجموعة ديال الدول، المشرع مشى في اتجاه حماية المتهم على اعتبار أنه طرف اللي يمكن إما كتسلب منه الحرية أو مهدد بأنها تسلب منه الحرية بناء على الفعل الجرمي اللي ترتكب، وبالتالي الجميع صب
الاهتمام ديالو منظمات حقوقيه الجمعيه العامه الامم المتحده كلها صدرات مجموعه ديال القرارات ومجموعه ديال الاتفاقيات على اساس توفر الحمايه والضمانات المحاكمه العادله للمتهم في حين تغفلات الضحيه. هذا هو الاشكال، مع انها طرف والطرف الضعيف في المعادله. الى رجعنا الفصل الاول من مجموعه القانون الجنائي المغربي في التعريف والجريمه كيعتبرها بانه الفعل اللي علاش كنعاقبوا عليه لانه يحدث اضطرابا اجتماعيا وكيتعاقب عليه الجاني، ولم يتم ربط هذا الفعل بالضرر اللي كيلحق الضحيه مباشرة. يعني الاطراف هنا بالنسبه للقانون الجنائي هو الفاعل والمجتمع وليس الفاعل والضحيه والمجتمع كذلك. لا، القانون هذا هو الجانب اللي كنعرفوا اللي كنبغوا ناكدوا على انه كاين واحد النقص كبير اللي خص المشرع المغربي يداركو. طبعا كاين مجموعه المقتضيات متناطره بين القانون الجنائي والمسطره الجنائيه وتشريعات اخرى اللي كتكلم على حمايه حقوق الضحايا، ولكن بشكل يعني اشارات اللي هي ضعيفه. اليوم حال الوقت حنا كنعتبروا هذا من المهام ديال الجمعيه اليوم انها دير اقتراحات وفي اطار العرائض في اطار ما يسمح طبعا به الدستور المشرع على اساس ان الضحيه تولي طرف اصيل وتعطاها الاهميه الكافيه لحمايتها. خاصه حنا كنشوفوا اليوم تشريعات اخرى، نعطيك مثال في قانون التجاره بالبشر، تشريعات اخرى منين وضعات قانون التجاره بالبشر وضعت مسطره خاصه. حنا في المغرب قانون التجاره بالبشر، ولكن في الاجراءات المسطريه هي الاجراءات ديال المسطره الجنائيه العامه كقانون عام. بالتالي المشرع اليوم امام واحد الاختبار، اين نشوفوا تجارب ديال دول اخرى قريبه لنا اللي سلكات هذا المسار هذا، لا في فرنسا ولا في ايطاليا ولا يعني الاتجاه اليوم انه الضحيه موقعها خصو يبرز. نعم، من خلال هذا ابراز حقوق الضحايا، هذا اطار نظري تكلمنا على الاطار الواقعي الان، هو انه تاسيس الجمعيه تاسس على خلفيه مجموعه من الضحايا على ملفات كما ذكرتي في البدايه، ملف ديال توفيق بوعشرين، ملف الرادي، ملف ديال الريسوني. يعني كيف ممكن نتكلموا على هذه الضحايا الان؟ ربما ملف ديال توفيق بوعشرين تم الحسم فيه القضائيا، الان كاين مسطره قضائيه في حق هذ المتهمين الاخرين الرادي والريسوني. يعني كيف ممكن تكلمين على الضحايا في هذ الملفين؟ وضعيه هذ الضحايا خاصه كما قلت بالنسبه للجرائم الجنسيه والاعتداءات الجنسيه الخطيره، خاصه اعتداءات جنسيه في اماكن العمل من طرف اما الرؤساء لمرؤوسيهم او لا بالنسبه للزملاء لزملائهم النساء او رجال، خاصة كذلك بالنسبة للحالات ديال الاطفال اللي كيكونوا ضحايا الاعتداءات الجنسية. هذه وضعية اليوم انا من هذا الموقع احيي هاد النساء خاصة، واحيي كذلك الشاب اللي مشى وضع شكاية بالنسبة للملف المعروض على القضاء. طبعا احنا لا نناقش قرينة البراءة، هذه مسألة مسلم بها والقضاء هو، ولكن أنا كجهة أدافع عن الضحية أعتبر بأن تصريحات الضحايا حقيقية، لأن أنا أدافع الجهة المتضررة. من له الدفاع عن القرينة البراءة هو المتهم ودفاعه وفي اتجاه المحكمة والجهة الاتهام، أما أنا فأدافع على أنها الضحية الواقع ديالها. احنا الملف توفيق بوعشرين تتبعه الجميع، تتبع المجتمع المغربي والرأي العام، تتبعنا فيديوهات 56 تقريبا فيديو مصورة فيه أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي، اللي هي اعتداءات جنسية لرئيس في العمل على مرؤوسيه وهما صحفيات وموظفات وإداريات داخل الجريدة. اليوم امامنا ملفات اخرين، هذه غير الملفات اللي بان، ولكن كاينه ملفات اخرى، لان الواقع ديال هاد الملفات وهاد الجرائم مازال كتخلق حساسيه في المجتمع المغربي. بقى المجتمع المغربي ما كيقبلش اي واحد يصرح ويخرج للعلن ويقول راه تعرض للاغتصاب، بل حتى الضحيه نفسها
مازال احيانا ما مقتنعاش بانها ضحيه. يمكن كتقولي الا خرجت انا المجتمع نولي التهامات كتوجه لي على اساس انه ما كانش عليا نقول هادشي او لا ما كانش عليا ندير انا افعال اللي وصلت لهادشي، بمعنى الضحيه كتولي هي كتعاقب نفسها. مازال ما وصلنا، يعني هادشي كله كيحتاج العمل، عمل كبير اللي ماشي غير الجمعيه اللي غادي ديروا، مجموعه المتدخلين بالاضافه لجمعيات اخرى، بالاضافه للواجب اللي مطروح على المشرع، بالنسبه للواجب اللي مطروح على القضاء، انه هاد الضحايا اليوم كيعانيوا قبل ما ترتكب عليهم الفعل، اثناء ارتكاب الفعل، ومن بعد ارتكاب الفعل، لانه ما كيقدروش من بعد يواجهوا المجتمع. ضحايا توفيق بو 20 اليوم عندهم وضعيه اجتماعيه ونفسيه صعيبه، ما يعني عايشين في واحد الوضعيه ما قادرينش يولجوا سوق الشغل ويبحثوا على عمل، لان ما يمكنش الان شي رئيس مقاوله يقبل اي وحده من الضحايا ديال توفيق بو 20 على اعتبار انه هاد السيده كانت عندها الجرأة انها تفضح واحد الجريمه ارتكبت، غادي يولي كيخاف منها، وبالتالي هو تفاديا الاي ما غادي يقبل حتى وحده. وضعيه نفسيه كيتعالجوا الان مجموعه منهم عند اطباء نفسيين وكياخذوا الدواء، يعني المخلفات ديال هاد الجرائم كتبقى عايشه معاهم. هاد الشيء علاش إضافة إلى الوصم الاجتماعي طبعا اللي كيبقى تابعهم، لأنه أنا كما قلت لك احنا في مجتمع محافظ، مازال ما كنقبلوش أننا نتكلموا في هذا الشيء في أوساطنا الحداثية وأوساطنا النخبة، مازال ما كتقبلش، فبالأحرى الأوساط الاجتماعية والشعبية أنها تقبل تحدث في هذه المواضيع. وبالتالي هاد الضحايا احنا بغينا نفتحوا لهم، يكون عندهم واحد العنوان فين يمشيو. فتحنا لهم هذا المجال وأسسنا جمعية على الأقل يلقاو اللي يستمع لهم، على الأقل غيلقاو اللي غيتبنى ملفاتهم، على الأقل اللي غيلقاو اللي غيتفهم وضعيتهم، لأنه أي ضحية تعرضت لاعتداءات جنسية والاستغلال جنسي كتكون في مشكل عند من تتجه وكتخاف تولج، ما كاينش تسهيل أنه الولوج للقضاء، خص أنه يتم تسهيل ولوجهم للقضاء وتوفر لهم الحماية. راه في دول اخرى كما قلنا ربما في قانون التجاره البشر كاين هذه الامكانيه هذه ديال يعني المواكبه النفسيه للضحايا. لا مع الاسف كاين القانون وكاين نصوص قانونيه كتقول حمايه الضحيه، واللي غادي نبغي نشير لان الضحيه حسب القانون الجنائي كتعتبر الضحيه هو الشخص اللي ترتكب في حقه الفعل الجرمي مباشره. لا هذا في القانون في التجار بالبشر، وسع المشرع من مفهوم الضحيه على اعتبار التوجه العالمي اللي غادي في هذا الاتجاه. احنا راه في القانون الجنائي التجار البشر اعطى هذا يعني وسع من مفهوم الضحيه، ماشي فقط الشخص اللي ترتكب عليه الفعل وفي حقه الفعل وحصل له الضرر، بل كذلك المحيط ديالو، بل كذلك اللي ساعدوا على انه يخرج من هذاك الوضع، كلهم كيعتبرهم المشرع ضحايا. على الاقل هذه نقطه حسنه كتحتسب المشرع المغربي في هذا الاتجاه. الحمايه المشرع كما قلت نص على الحمايه في القانون التجاره بالبشر على اساس ان الدوله حسب الامكانيات ديالها ستوفر واحد الحمايه لضحيه التجاره بالبشر. هذه التجاره بالبشر كنا تحدثت على الجرائم الخطيره اللي فيها الاستغلال الجنسي والبيع ديال الاعضاء وبيع كاع الاشخاص الى غير ذلك. هذه الجرائم الخطيره كتقول المقتضيات ديال قانون التجاره بالبشر توفير الحمايه حسب امكانيات الدوله. حنا عايننا في ملف اللي راج امام القضاء واللي فيه ضحايا متعددات نساء، واللي مع الاسف الحمايه كانت محصوره في انهم يرافقوهم الجلسه ومن بعد خارج المحكمه ما كاينه مسؤوليه، مع العلم ان كنقولوا الضحيه راه عندها اضرار ماديه واجتماعيه ونفسيه واللي كتبقى عايشه معها. الدوله مسؤوله، الحكومه اللي شرعات عن طريق المشرع هذا القانون خصها توفر الحمايه النفسيه والمتابعه النفسيه حتى الشغل، لان هادو الناس ما يقدروش يلقاو شغل. هذا الشيء غيبقى تابعهم وتابع حتى العائلات ديالهم واولادهم، وبالتالي القانون خلى هذاك الغموض في ذاك الفصل
والضحايا ما توفرت لهم حمايه. هما اليوم كيعانيوا من هذا الوضع ما عندهمش حمايه. دل هذه المعاناه هذه بالمقابل كنلاحظ واحد نوع من المفارقه، وانه المتهمين سواء ديال المدان يعني توفيق بوعشرين ولا الان متهمين الرادي والريسوني يتحركون بواحد نوع من الاريحيه وبحمايه وطنيه بين قوسين وحمايه حقوقيه دوليه وحتى اعلاميه ايضا. بالمقابل تحرككم انتم كجمعيه الضحايا يعني محدود. فين كاين المفارقه؟ شنو كاين بالضبط؟ لا غير بالنسبه وايضا انتم متهمين بانكم ضد اطلاق سراحه ديال هذا المتهم ضد الاضرابات. لا يعود لنا الكلمه الفصل في اطلاق السراح، التقدير كيبقى لسلطات الاتهام. ومن بعد الان الملفات راها معروضه على هيئه الحكم ولها واسع النظر في النظر في هذه المساله ديال اطلاق السراح. نحن ندافع عن الضحيه، حنا استراتيجيتنا كلها المحور ديالها هو الضحيه والدفاع عن حقوق الضحايا. طبعا كاينه جهه الاتهام اللي كتتابع، وكاين قاضي التحقيق، وكاين المحكمه اللي في الاخير لها الكلمه الفصل في القضيه. هذا الميز الحقوقي والاعلامي مع الاسف. انا كنت نتمنى ان هذه الجهات التي تدافع عن المتهمين في هذه الملفات انها تدافع على كل المتهمين في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي. راه ما كاينش غير توفيق بوعشرين وعمر الرادي وسليمان الريسوني، راه كاين ملفات في المحاكم. علاش لم يتم تبني هذه الملفات كلها اللي فيها الاغتصاب وفيها واللي فيها الناس مدانين وفيها ناس الان متهمين في المحاكمات؟ اذا كان الهاجس حقوقي يجب تبني ملفات كلها المشابهه لهذه الملفات. مع الاسف الاتجاه في تسييس هذه الملفات، هذا هو الغرض في تسييسه. ما عنديش مشكل انا كجسم مهني صحفيين يدعموا زميل ديالهم، هذه مساله اللي ما كتخلقليش انا شخصيا مشكل. ولكن الاشكال فين كاين هو نسيسوا القضيه، نعتبروا بانها ملفات مفبركه، نروجوا هذه اسطوره تقالت في ملف توفيق بوعشرين، وحنا عاينين 56 فيديو فيه الاستغلال الجنسي. كيف يمكن نعتبروا ان هذا ملف تسييس وتفبرك؟ واش هذيك الفيديوهات مفبركه؟ فيديوهات الخبرات اثبتت بان صح، بل حتى المتهم اقر بانها بعض اللقطات في هذوك الفيديوهات اقر بانها صحيحه، المتهم نفسه في خلال جلسات المحاكمه. وبالتالي الخلفيه اللي كتحكم هاد الناس هو واحد النوع ديال ابتزاز الدوله. والاثبات في هادشي شنو هو؟ هو اننا كنتوجهوا للخارج باش نضغطوا على الداخل، وهذه راه محاولات اللي دارت منذ زمن، يعني راه حتى في سنوات مضت كان هذا هو الاسلوب ديال التعامل من اجل انه يتم ابتزاز الدوله بجانب حقوقي. طبعا حتى واحد ما ضد حمايه حقوق الانسان في المغرب، بالعكس وحنا في هذا الاتجاه فين غادي، لان حتى الضحايا حتى هما بشر من حقهم يتحماو. خاص اليوم يتقرر في الجامعات كما كيدرس علم الاجرام يدرس علم الضحيه، وخص اليوم المشرع ينتبه بانه الجريمه ماشي غير اللي كتحدد الضرر الاجتماعي، كتحدد الضرر لواحد السيد واحد السيده سميتو الضحيه، خص تعطيه الاهميه. اما هاد النوع ديال الدفاع اللي تبناه واحد الجهات كنعتبروا مساله غير مبنيه على اساس، مساله فيها نوع من الابتزاز، فيها نوع من التسييس للاغراض معروفه بالنسبه وفيها خدمه ديال تقديم خدمات لجهات معينه، والخدمه ديال الاجندات حنا كنعرفوها لانها كل مره. الان علاش ما بقوش متبنيين بالشكل اللي كان ملف توفيق بوعشرين؟ علاش تراجعوا عليه؟ اليوم كاين عمر رادي وسليمان الرسولي، من بعد سينتهي وغادي نقلبوا على ملف اخر باش نحاولوا نتزوا به الدوله. وهذه مسائل اللي ولات معروفه واشخاصها معدودين ومعروفين، بالتالي الهم ماشي حقوقي، الهم فيه مسائل اخرى هما كيعرفوا كتحكمها خلفيات ديال استغلال هذه الملفات لمصالحهم. نعم، اخر سؤال تكلمت على الركوب السياسي، كاين ايضا سؤال اللي تطرح من قبل حزب العداله والتنميه على رئيس الحكومه فيما يخص اضراب الطعام اللي خاضوا
الراديو الرسمي. والحلو انه ايضا ضحايا، علاش ما كتكلمش حتى على الضحايا رغم انهم تما مواطنين؟ ايه طبعا، لانه انا نبغي نقول لك بان اليوم ماشي غير العداله والتنميه، كاين حتى برلمانيين اخرين طرحوا سؤال في نفس الاتجاه. انا كنظن هذه مساله فيها اولا الهاجس الانتخابي، الناس كتبغي تستغل ملفات اللي عندها واحد التتبع من طرف الرأي العام باش يبان واحد الاتجاه ديال اضراب عند الطعام. هذا موقف شخصي للمتهم او حتى الضحيه، يمكن لها تضرب عند الطعام باش تدافع على حقوقها، هذا موقف شخصي. ولكن ما علاقه اضراب عند الطعام، هذا اشنو كنديروا؟ نضربوا عند الطعام وناخذوا هذه الاضرابات باش نبززوا الدوله والقضاء باش يتابعنا في طبقا الطلبات ديالنا حنا. ايوا انا كنحترموا استقلال السلطه القضائيه، كنعتبر هاد البرلمانيين بانه اخلوا بهذه المساله، اخلوا بمقتضيات الدستوريه. ما دخل رئيس الحكومه في السلطه القضائيه؟ دي ملفات معروضه على القضاء، كيف نطرحوا سؤال على رئيس الحكومه نطلبوا منه يتدخل؟ وعلاش تبعنا ملفات طارق رمضان وتبعنا ستروسكان؟ هل تدخل اي مسؤول او برلماني عند رئيس الجمهوريه باش يتدخل في القضاء، او لا عند الوزير الاول باش يتدخل في القضاء؟ علاش هاد الدول هذه اللي اليوم فرنسا دايره حمله ضد المغرب فيما يخص هاد الملفات، علاش ما دارتش حمله في لصالح طارق رمضان وستروسكان وغيرهم من علاش تابعات فرنسا سعد المجرد لمجرد تصريحات الضحيه؟ ولا فرنسي ناتسند المتهم، ولا فرنسي في ملفات كلها ديال الاغتصاب وديال الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسيه، لان حقوق النساء وحقوق الضحايا مقدسه في دوله الاعلان العالمي لحقوق الانسان. علاش حنا هادو ضحايا من الدرجه الثانيه ولا الدرجه الثالثه؟ حتى هما خصهم يتمتعوا بكل الحقوق اللي كاينه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وكاينه في كل اتفاقيه دوليه اللي كتنص على حمايه الضحايا. وحنا ماشي عندنا نساء ورجال واطفال من الدرجه الثانيه ولا حتى هما نساء، وغادي يتمتعوا. وغادي حنا كجمعيه كنوضعوا على عاتقنا مجموعه ديال المهام، طبعا حنا في البدايه ولكن المسار طويل من اجل النضال، انه لا المشرع لا الجمعيات لا القضاء لا الجامعه، لا كلهم يعرفوا بانه كاين في اطار النزاع والمنازعه الجنائيه طرف اللي هو الضحيه، واللي خصو يعني الان تكتف الجهود لان الوضع ديالو ضعيف بالنسبه لما يتم الدفاع عليه بالنسبه للمتهم. الضحيه هي خصها تاخذ مركز ويكون توازن بين اطراف المنازعه الجنائيه. استاذ عائشه قلاه شكرا جزيلا لك، انت معنا وانت رئيسه الجمعيه المغربي لحقوق الضحايا. شكرا جزيلا، الى اللقاء مشاهدينا الكرام.